السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحاضرات الكريمات والحضور الكرام، السيدة فيحاء السامرائي اليوم تتحدث عن موضوع كلنا نشترك فيه بأحاسيسنا تجاه الوطن. تتحدث عن رح تتحدث اليوم عن موضوع العراقيين والعراقيات في المنافي، موضوعها بعنوان العودة إلى المنبت. تتحدث عن مشاعرنا كلنا، تجربتها هي في رصد هذا الموضوع، لديها خبرة ولديها إحساس بهذا الموضوع ورغبة في أن تقدم دراسة حوله. هي شاركت في نشاطات كثيرة، وحسب ما تعرف نفسها ونسمع عنها من نشاطاتها تقول هي لا تحب التخصص وتعمل في مجالات متعددة. هي في البداية تخرجت من جامعة بغداد قسم اللغة الإنجليزية، بعد وصولها إلى بريطانيا تخصصت في موضوع الترجمة وحصلت على شهادة الماجستير. تهوى الكتابة والرسم والمسرح، في نفس الوقت هي بعد أن حصلت على شهادة الترجمة تمارس عمل الترجمة ولكن لا تعتبر نفسها متخصصة فيه. نشاطات كثيرة لديها مع مؤسسات نسائية وتربوية في بريطانيا، منها عراقية منها بريطانية، وتحاول أن تعرف بتاريخ العراق وحضارة العراق من خلال صلاتها واشتراكها بنشاطات مع مؤسسات تراثية وثقافية بريطانية. هي متطوعة في أنشطة متحف فيكتوريا وألبرت، تنظم جولات معهم للتعريف بحضارة العراق، وكذلك تشترك مع منظمة سبارك لندن في بعض أنشطتها. لديها اهتمام كبير بمسرح الطفل، وسبق أن قدمت عروض مسرحية في ديوان الكوفة عن مسرح الطفل، وكذلك هي قدمت هذه أيضا في مدارس المنتدى العراقي في لندن، كما مارست التدريس في مدارس المنتدى. في هوايتها الكتابية تنشر في مواقع مثل النور والمثقف وأدب وفن، تكتب في السياسة وتكتب في الأدب وتكتب في النقد السينمائي والأدبي. كذلك لديها نشاطات مسرحية مع مسرحيين إنجليز، وحاليا هي منهمكة في دور تقوم به في مسرحية تعدها جنونك شوقي، وفي المستقبل في العام المقبل ستعرض هذه المسرحية. فيحاء تصف نفسها بأنها تحاول أن يعني يكون لها أفق أوسع من أن تتخصص في موضوع معين. لديها طموح في أن تقدم نشاطات كثيرة وتسهم في الكثير من نشاطات المؤسسات بشكل تطوعي. أترك طبعا هي راح تتحدث لكم عن تجربتها، بس أحب ألقي مقاطع شعرية للشاعر يحيى السماوي، أنا وجدتها جميلة وتناسب هذا الموضوع. يقول: أنا ضائع مثل العراق، ففتشي عني بروضك لا بليل صحاري، أنساك لا والله تلك مصيبتي، إن الوفاء وإن خذلت مداري. أنا لست أول حالم، أنا لست أول حالم، نكثت به أحلامه فأفاق بعد عثاري. حظي كدجلة والفرات، نداههما دمع ولحنهما صراخ حذاري. وتعددت يا هند في وطن الهوى سبل الردى بتعدد التجار، وطن على سعة السماء رغيفه لكنه حكر على الأشرار.
هذه مصيبتنا وسبب وجودنا. والآن تتفضل الأخت فيحاء بحديثها. أشكركم على هذا الحلو. حقيقة أول أنت قدمت عرض بالمتحف البريطاني عن الحضارة السومرية وربطتها بالواقع الحالي وحاضر العراق، فكان أحد الحضور قال لي بما معناه أنه هذه الأرض يعني اللي أنجبت هاي الحضارة يعني مدعاة للافتخار والاعتزاز والفخر. فكأني قرأت في عينيه يعني يسأل سؤال أسئلة، كأنه يقول لي لماذا أنتم هنا؟ ماذا تفعلون؟ ولماذا تركتم أرضكم؟ هذه الأسئلة راح أخليها ترتد لكم كحضور، وأقول من منا لم يتوقد في داخله ذلك التوق لجذوره، ومن منا لم يشتاق ويحن إلى وطنه وإلى أرضه؟ يعني من منا من لم يحلم بعودة إلى ذلك المكان وإلى سالف زمان وصحبة ومرابع؟ كثيرين من الشعراء كتبوا شعر عن العراق وعن الحنين وعن الرغبة في العودة والاشتياق، وكثيرين من حلف أنه سيعود زاحفا على ركبتيه إلى العراق يوم سقوط النظام، سيعود بعد رحلة دامت يعني ربع قرن، رحلة من كثير من الأشياء، من تقويم يعني تقويم سنوي، من تقويم وتهويم ومن اغتراب ومن شباب ضاع النوم، من أعطاب حصلت النوم، من أشواق ومشاق واجهناها، وأيضا من أرق وترقب. كان الوطن غنوة وكان جنة، فهل غدا مذبحا لأحلامنا؟ هل كل ما يعني خاطرنا من أجله وما فعلنا وما ترقبناه وما قلناه، هل غدا الآن مفاهيم طوبائية وأشياء غير واقعية وأوهام أكثر يعني متواصلة سحونا منها؟ كم منا من عاد من الوطن في الوقت الحالي وهو نادم ومتأثر من الأشياء اللي يشوفها ويرجع متندم إنه راح؟ قالت لي إحدى الصديقات، هل قدرنا نحن العراقيين أن نكون مهمشين ومهشمين، أن نكون أما متسولين أو متوسلين؟ فما أعرف يعني هل هو عندنا إحنا مفهوم الوطن، هل تغير أيضا مفهوم الوطن اللي كان إحنا نحس بالانتماء؟ فهل هو أحسسنا الآن إحنا لا انتماء بيننا وبين ذلك تلك الأرض التي هي لم تعد ملكنا أو لنا؟ مفهوم الوطن يراد دراسة أيضا، يعني ما هو الوطن؟ ما هل هو بقعة جغرافية؟ هل هو تراث؟ هل هو رمز أصبح بالنسبة لنا؟ أيضا العراقي قد يختلف عن السوري، يختلف عن اللبناني، عن بقية الدول العربية الأخرى، لأنه العراقي علاقته يعني ما نقول على البقية علاقتهم غير هش بوطنهم، لكن إحنا يعني متشبثين بتربتنا بشكل كبير. يعني السوريين أو اللبنانيين لما هاجروا من أجل يعني الموارد الاقتصادية، من أجل الاستثمار، من أجل يعني تطوير حياتهم المادية والاقتصادية، لكن العراقيين هجروا وهاجروا مرغمين أيضا. يعني أنا أتذكر جدي كان من سامرة يعني إذا راح يروح الكربلة مثلا يحج وتيه مرة، راح للضريح سيدنا الحسين وقال السلام عليك يا أبا فضل العباس، قال له لا هذا
هذا روح منا كدور ولوف وبعدين ارجع. راح مرت الخطب من باب اللخص السلام عليك يا ابا فضل العباس، قال له هذا سيدنا الحسين روح منا. فاحنا يعني هالمسافه ما نقدر ندبرها، يعني ما كان عندنا فكره انه نسافر نهاجر. وحتى يعني هسه يقولون قسم جاي واحد للعراق دي يشوف من الاسكيمو، جاي يشوف عمامه اللي بالعراق، يعني واصلين الاسكيمو احنا الحمد لله. ف يعني رغم مرور يعني احنا كنا نتأكد على مسائل ما نقدر وماكو ديمقراطيه وماكو حريه، وبعد مرور 8 سنوات من حريه وديمقراطيه ماذا نعمل نحن هنا؟ هذه يعني انا دا اوجه اسئله مو اريد منها اجابه بقدر ما اكثر اشوف نناقشها. ما زلنا هنا احنا واقتصر زمان يعني حنيننا على زمان فقط يعني لا مكان، فننتفى مفهوم المكان من الحنين. وبنفس الوقت اصبح الوطن يعني في صوره من ذكرى عابره من تراث سابق. يعني لماذا نحن هنا وماذا نفعل والى متى وكيف نفكر وكم هو عددنا؟ هاي الإجابة طبعاً يصعب الإيجاد لها أي جواب يعني شافي. وإحصائيات الأمم المتحدة تقول إنه العراقيين أكثر الناس شتاتاً أو تشتتاً في الأرض، يعني أكثر من 80 بلد بعراقي، وبنفس الوقت يتوزعون بمختلف البلدان الشتات وماكو احصائيه رسميه ثابته. يعني الدوله العراقيه تقول انه هلقد عدد العراقيين موجودين برا، ولا توجد حتى لان وجدت فهي بالتاكيد راح تكون غير دقيقه. ليش؟ لان اكو مواليد جدد، اكو وفيات، اكو ايضا عراقيين بالدول العربية غير مسجلين. فما ممكن إذن تنضبط مسألة عدد العراقيين، بس هم بالملايين بالتأكيد. بس حبيت أذكر لكم في التوجهات الرسمية لاحتواء جانب من الظاهرة، هذا الجزء من الدراسة يعني الدراسة المتواضعة اللي سويتها على بالاستبيان. توجهات الدولة الحقيقة تنحصر بالاهتمام فقط بالكفاءات، يعني الناس اللي عندهم كفاءات علمية الموجودين برا. يعني بينما احنا يعني احنا مو كفاءات لكن ايضا عراقيين، فالدولة ما تهتم بشكل كبير بينا. فباعتبار ذولاك هم رافد من روافد الثروة البشرية الموجودة برا. توجد ايضا عندنا كفاءات لكن عاطلة، واكو توجد كفاءات فاعلة تشتغل هنا. فكفاءات العاطلة اللي هي ما تمارس اختصاصاتها بالتأكيد. فانتبهوا المسؤولين إلى هذه المسألة، أقدوا مؤتمرات ورش عمل وأوراق عمل وبحوث ودراسات وهيئات ولجان وإعلام، كلام في كلام. النتيجة وين؟ النتيجة نريدها نشوفها. يعني مسؤول في وزارة الهجرة والمهاجرين يقول الوزارة راح تمنح العائدين 4 ملايين دينار عراقي. زين اجا اكثر من العدد اللي بدون تخطيط، يعني اجا اكثر عددا من هذا المقرر الميزانية اللي عندهم. يعني هل ممكن انه احنا نعطيها المبلغ هذا اعتباطا؟ وتعمل على اندماج العراقيين الراغبين بالبقاء خارج العراق، ولدى الخطة وزارة لدى الوزارة خطة لافتتاح مكاتب في عدد من البلدان التي تنتشر فيها الجاليات العراقية. ومن جانب آخر دعت الوزارة الهجرة والمهاجرين الكفاءات العلمية إلى التواصل عبر مواقعها الإلكتروني، هذا الشيء جميل. واستماروا عدة لهذا الغرض مع يعني معرفة المعوقات اللي تواجه عودة هؤلاء أو عدم تفاعلهم مع العراق. ولأخذ فكرة عن المؤتمرات أذكر على سبيل المثال، ممكن الأخ أبو عبير راح يستفاد منها،
هي المؤتمر الدولي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين هذا 2003 بجنيف، والمؤتمر الأول الجالية العراقية في أوروبا 2006، المؤتمر الأول المغتربين العراقيين في مانشستر واللي حضرته يمكن الست بدور والأستاذ بدور والأستاذ غانم، والمؤتمر العالمي الأول للكفاءات العراقية في المهجة، مؤتمرات، مؤتمر الكفاءات العراقية في برلين، مؤتمر الأول لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي عام 2009، المؤتمر العام الثالث المغتربين، والندوة الحوارية اللي مع الملحقة الثقافية اللي راح تكون هذا الأحد في لندن، وأخيرا المؤتمر الثاني المهاجرين اللي راح يعقد بالدول الاسكندنافية راح يبدا اعماله نهايه هذا الشهر برعايه السيد دندار نجمان شفيق دو يعني عفوا دوسكي يمكن اسمه يعني معقد شيء مثل القضيه، هذا وزير الهجره والمهجرين، اضافه الى مؤتمر السفراء العراقيين الثالث اللي دعا الى رئيس الوزراء ودعا فيه الى الاهتمام بالجالي. هذه نقطه جميله قالها، أنه يجب أن نهتم بالجالية العراقية في كل وقت لأنها امتداد عراقي ووطني يحمل صورة العراق، وعلى السفارات أن لا تميز بين عراقي وآخر ولا تحاسبهم على وثائقهم الرسمية أو جوازاتهم ولا تميزوا حتى إذا ما كان معارضا. كلام جميل، كلام معقول، يتعلق بجانب الوثائق وأمور الجوازات والمعاملات الرسمية، بس أكو أمور أخرى، يعني أكو أمور روحية، أكو أمور تربوية ثقافية، ناس مهاجرين يحتاجوها، ناس عاديين يعني مو إلا ذوي الكفاءات، يعني هاي أمور يمكن أن نعززها، وهذا الاستبيان البسيط اللي سويته يمكن نتعلق بهذا. الهدف الأساسي من الاستبيان اللي هو main objective اللي هو أنه إعادة الثقة بالروح العراقية وحب البلد والتواصل الصحي والسليم ولخلق تقبل ذهني لبلد الأصل، يعني إضفاء الانطباع الجميل لدى الأجيال القادمة، وهذا هو الشيء المهم، الجيل القادم، وتاليا لبناء أسس غير مرتبكة لذواتهم وانتماءاتهم. الهدف الآني اللي هو الأوبجكتيف اللي أنا شفته أنه تمثل معرفة أسباب العزوف عن العودة للوطن وإلقاء ضوء على هذه الظاهرة من ليس من منظور فردي فحسب. المين أوبجكت اللي هو موضوع الاستفتاء أو أداة الاستبيان، الطريقة وجمع البيانات. أول شيء كتبت أنا مقالة ببعض المواقع أشرت فيها هل أصبحت العودة إلى الوطن يعني أمنية تتحقق بشروط؟ ما أروح للوطن إلا إذا تحقق هالشي أو صار هالشي. هاي الرغائب في رجوع غير مشروط البلد هل أصبحت من الماضي أو من الأحلام؟ نظراً لاستيعابنا إحنا اللي ساكنين هنا، استيعابنا واقع آخر غير بلدنا. ختمت المقالة بأسئلة، هل تريد العودة للوطن؟ إذا نعم لماذا؟ وإذا لا أيضاً لماذا؟ وبيانات شخصية ترفق حسب الطلب والمعيار المعرفة الشخصية أحيانا، وهل بمقدورنا تحسين أوضاع الجالية العراقية في الخارج وكيف؟ اقترحات تبلورت بعد هاي المقالة عندي فكرة أنه أعمل استبيان بسيط وعينة، أخذ عينة استطلاعية لعدد من الناس من العراقيين من مختلف الأعمار، نساء ورجال، عاملين وغير عاملين، طلاب ومن هاجر بأوقات يعني متنوعة مثل اللي قبل السبعينات بعد السبعينات، هذه المعايير. أما بخصوص الوسائل إجراء الاستبيان اعتمدت على النقاش الغير المباشر، أخشى من النقاش المباشر لانه بعض الناس بتقول ليش، يقول لك اي والله انا ارجع اريد اروح واريد ارجع للعراق، فخوفا من هذا يعني طغيان روح المواطنه واخفاء الحقائق فسويتها بشكل غير مباشر. كلكم يمكن سالتكم انا بس بشكل غير مباشر. بعدين ردود ايضا المقاله اللي كتبتها جتني بعض الردود، الفيسبوك ايضا، وبعدين ايميلات
أسئلة مباشرة، بعدين وجه لوجه، وبعدين على التليفون. هذه هي وسائل إجراء الاستبيان. البيانات الإحصائية عندي بيانات يعني أريد تطلعون عليها. اعتمد الاستبيان على 250 عدد 250 عينة، وتنوعت بيانات على النحو التالي: الفئة العمرية، الجنس، العمالة والدراسة، التعليم، زمن الهجرة، أنماط التأقلم الحضاري. وتوزع الجدول إذا تسمحوا لي أقرأ لكم إياه كالآتي: المعيار الفئة العمرية من 18 إلى 40، جريتها فجرها يعني 98%. العدد عفوا مو بالمئة، 98 بلس 40 اللي هم من فوق الأربعين 152. الجنس ذكور 114 والأناث 136. العمالة والدراسة طلبوا دارسين 42، غير عاملين 150 وعاملين 58. التعليم والدراسة شهادة ثانوية ودبلوم عالي 12، شهادة جامعية 123، شهادة عليا 15. زمن الهجرة قبل 79 أربع نماذج أو أربع أعداد، أربع عينات، يعني في عام 79 الهجرة الكبرى هذه 186، وبعد 91 بعد الحصار والحرب الخليج 43، وبعد 2003 بعد يعني إسقاط النظام 17. أنماط التأقلم الحضاري اندماج وتكيف مع ازدواج الهوية وأزمة الانتماء الموجودة 241 العدد. اندماج وانصهار كامل 4 العدد. أما اللي أشاروا أنهم منعزلين تماما الانعزال كانوا 5 فقط. أذكر لكم بعض من ذرائع وأسباب العزوف عن العودة اللي هي أعتقد هي اللي هاي تمنع واللي كنا إحنا يمكن نشعر بيها أو نلجأ لها. طبعا تعددت الأسباب والذرائع وتكررت يعني بعض الإجابات تكررت لأكثر من مرة، بس تمحورت حول العديد من الأسباب، منها أو أبرزها الوضع الأمني السيء وفقدان الاستقرار وسلطة القانون والاغتيالات، يعني ما يتبع اغتيالات ومفخخات وانفجارات وإرهاب. كان 99% ذكروا هذا السبب، يعني نسبة كبيرة. انعدام الخدمات الأساسية 91%. سوء الخدمات الصحية 43%. المتابعة الطبية هنا وتطورها والحاجة إليها 43%. جماعتنا الشياب يعني والعجائز. اضطهاد الأقليات والقوميات والاضطهاد الطائفي والمذهبي والديني 22%. التهميش والتجاهل والتجهيل والإهمال 21%. مضايقات سياسية وتضييق حريات ديمقراطية شخصية 29%. انعدام حقوق المواطنة السليمة 13%. انعدام تكافؤ الفرص 11%. عدم وجود فرص عمل جيدة 25%. تدني الإجور 17%. عدم وجود ثقة بالسياسيين الحاكمين في قيادة التغيير المطلوب والتشكيك في نزاهتهم 41%، نسبة عالية. وجود احتلال أجنبي وعسكري ومدني 37%. لاحظوا عسكري ومدني. الهوى بين الداخل والخارج حضاريا وعراقيل جادة أمام الذين عادوا إلى الوطن 9%. تغيير نفسيات الشعب العراقي نحو النزعة المادية والتخلف الفكري والبشري 37%. عدم احترام حرية المرأة ودورها في بناء المجتمع على الصعيد الشعبي والمؤسساتي، والنظر المتخلفة إليها وتقييد مظهرها الخارجي واعتبار المرأة عورة، هاي دول 19% من النساء. الافتقار إلى أساليب التعليم الحديثة والمواكبة لتطور العصر 17%. قسم قالوا وفاة وهجرة معظم الأهل والأقارب، ليش إحنا راجعين ما عندنا أحد هناك 5%. عدم وجود دار سكنية مناسبة وشروط معيشية ملائمة وفي الخصوص المتقاعدين 69%. 69 المتقاعدين هواية بعدنا. تغيير البيئة والتلوث 14% دول الشباب. معوقات إدارية وظيفية ورشوة وفساد 4%. مواصل قسم ما يديرون بها.
مواصلة تعليم الأبناء العوائل 16%. استنتاجات هاي النسب والأسباب. الاستنتاجات هي لم أستلم إجابة واحدة في الاستبيان تؤكد وقوع أو وشوك وقوع حالة عودة نهائية للوطن وقطع الاتصال بالبلد المضيف، والكل وضع مصلحته العامة أمام المصلحة الوطنية، إذا نقدر نسميها بهذه الصورة. الاستنتاج الثاني، من يغادر للوطن حاليا يذهب بسبب استكمال إجراءات تقاعد أو تعويضات مالية للحصول عليها أو لأسباب سياسية وحزبية ووظيفية، وتكون العودة ناقصة بالتالي، إذ غالبا ما يأتي العائد إلى بريطانيا عدة مرات في السنة بحجة رؤية العائلة واستكمال علاج أو ربما الاستجمام تخلص من الحرب مع العراق. ماكو كهرباء. أبدأ أغلب الجيل الأول حبا للوطن وأسفا لما وصل إليه من وضع، يعني هي مو خلال هاي السنة السنوات الثمانية الماضية بقدر ما هو الوضع، يعني خلال 35 سنة من حكم السابق أيضا كان هناك يعني تداعيات كثيرة. الجيل الثاني اللي شهد الحروب وعاش حالة الحصار الاقتصادي لم يتعاطف مع مفهوم الوطن ولم هو العراق. أغلبهم قالوا إحنا ما عندنا شيء، يعني العراق ماكو شيء يربطنا، ماكو شيء يشدنا إلى هذا البلد. انتفى مفهوم اللاجئ الآن عن المقيمين العراقيين الحاصلين على الجنسية البريطانية وأصبحوا مواطنين مزدوجي جنسية لهم الحق في البلد الأول والثاني. الاستنتاج الأخير، وممكن أنتم أيضا تضيفون إذا يعني أكيد عندكم معلومات أفضل من عندي، الارتباط الجيل الأول مع الوطن يتمحور حول ذكريات، والجيل الثاني مولود خارجه ومستمتع مستمع سوري لتلك الذكريات، مما ينتج عنه علاقة هشة. يعني أخشى أنه في بما لو غادرنا إحنا الحياة والجيل اللي يجي بعدنا الجيل الثاني ممكن يقول إيه والله أهلنا وكذا، بس الجيل الثالث أتصور يعني الجيل الثالث جيل أحفادنا راح يعني قلما يذكرون العراق، وممكن لما يكبر أو يتذكر أنه أوكي عند انتماء. وما أنسى بالمقالة ذكرت الروائية نعم كتش اللي ذكرت أنه يعني الوطن لم يعد سوى حاوية لعظام الأجداد، يعني بالنسبة إنهم مدفونين أجدادنا هناك فقط. مع الأسف يعني طبعا هذا التصور وهذا واقع. مقترحات لتحسين وضع الجالية العراقية في بريطانيا، إذا أخذنا مسألة الكفاءات، يعني كان مقترح الدكتور محمد الربيعي يمكن شيء جيد إنه استثمار طاقاتهم، يعني من مو بالضرورة أن يكون في داخل العراق وإنما يكون خارج العراق، بس تستثمر طاقاتهم كبديل عن خيار العودة، فهو حل منطقي يعني ومقبول. أعتقد يستهدف إشراكهم في التدريس والإشراف على الدراسات العليا عن طريق الزيارات أو التواجد لفترات قصيرة داخل الوطن أو التعليم عن بعد، يعني مثل عبر يعني الإنترنت أو الأوبن يونيفرسيتي أو شيء آخر. أما بخصوص أفراد الجالية الموجودين في بريطانيا من غير ذوي الكفاءات فهم كثيرون، يتوزعون بين مبدعين، مبدعي فن، مبدعي أدب، تشكيليين، متعلمين، تربويين. دول يعني أدرج بعض المقترحات أرجو أن أنتم أيضا تغنوها، وهو يعني مطلب شرعي أنه نطلب بتعيين مندوب في السفارة العراقية في لندن يتفرغ لأمور الجالية العراقية. المقترح الثاني هو اختيار شخصيات تمثل الجالية من مختلف التجمعات والشرائح والقطاعات والأعمار للالتقاء الدوري بهذا المندوب.
يعني بين حين وآخر. ونفس الوقت للتباحث في شؤون الجالية والإعلان عن نتائج اللقاءات إذا عندها موقع إلكتروني. السفارة ضروري تفعل هالمسألة هذه، فتح صفحة إلكترونية أو على الفيسبوك للسفارة العراقية في لندن والقيام بحملات ذات أغراض، يعني كامبينز نسوي مثلا هذا الشهر أنه يعني بكل الفنانين ممكن أنه يكون هدفهم تطوير العراق أو عملية الإنهام بالبلد برسم أو شعراء، أو يعني نأخذ كل فترة بين فترة وفترة حملة معينة ذات أغراض تطويرية وتعبوية. وهذه طبعا نلجأ لاستخدام الانترنت ووسائل الاتصال العصرية ونوطد العلاقة بين الجالية والسفارة. متابعة النتائج ورفع مقترحات عنها للجهات المعنية في الوطن، يعني أيضا لازم لهناك طبعا هسه يعني ما نقدر نقول احنا يعني خلص أكو ما يكفي من مشاكل وهموم في الداخل، فإحنا بعد يجون على كم واحد برا، بس هاي أيضا مسألة ضرورية أشوفها. الاستفادة من خبرات الشباب العاملين في المؤسسات البريطانية بعمل لينكس، يعني روابط مع تلك الهيئات لتمتين أواصر العلاقة ولإنهاض البلد، تعزيز أواصر الارتباط والتلاحم بين أفراد الجالية بوطنها، وذلك بتخصيص بناية. هذا كلنا نطلبها، يعني دائما نقول إحنا نريد بناية مثل مركز ثقافي أو يعني كل أعتقد أغلب هنا الجاليات العربية عندهم مركز ثقافي المصري غيره، إذا الأخوات هنا يعرفون يعملون بنشاطات، وإحنا ما عدنا طالما إحنا باقين هنا، فلازم يسوونا في بيت ثقافي يعني يكون كمركز تجمع لنا اجتماعي وثقافي. وبعدين الاهتمام بالطفل العراقي، الطفل العراقي في المهجر والجيل الناشئ حاليا، حيث بات هناك أمر ملح من أجل يعني أن تكون هناك مدرسة عراقية لتعليم لغتنا الأم والعربية، وأيضا ليكون هناك مركز لرعاية المواهب العلمية والفنية والأدبية، وهي راح تكون كبريدج يعني كجسر لخلق علاقة مع الوطن الأم. مع الاهتمام بقضية تسجيلهم، لحد الآن أغلب أطفالنا ما مسجلين حتى لا يكبروا وهم ليسوا عراقيين. بعدين إنشاء قاعدة لبيانات يعني ديتابيز معينة حتى اللي يريد يسجل، يعني مو إحنا عندنا خوف إنه نعطي معلومات عن نفسنا، يعني خوف مسبق هذا متراكم، فممكن احنا يطرحون هالاستمارة بالموقع الالكتروني، واحنا ممكن اللي يريد يرغب انه يسجل يعطي معلومات عنه وشنو امكانيته يقدم حتى هو يعني يخدم بمساهمة في هذا البلد. وانا كنت اقترحت يعني تفعيل هالمقترحات انه احنا من الحضور نرفع رسالة، يعني مو باسم المؤسسة مؤسسة الحوار، وإنما يعني باسم الحضور اللي هنا موجودين واسم هذا التجمع، نرفع رسالة مفتوحة إلى ممكن تكون حضرة السيد رئيس أو السيد وزير الهجرة والمهجرين، حضرات المسؤولين بالسفارة العراقية أيضا ممكن، وكتبت عفوا بالرسالة. أختي اتحركي ليطلع الصوت، حاولي. أسي أوكي. بس نبدأ أتحرك وأيضا يطلع الصوت. مو من عندي لا. نحن لفيف من العراقيين الحاضرين اليوم في بيت السلام والحريصين على هوية بلدهم وناسه ومستقبله، ندعو إلى ضرورة إيلاء اهتمام إلى احتياجات الجالية والمقترحات المرفقة. لقد بات ملحاً أمراً ملحاً وضرورياً النظر بجدية إلى هموم ومطالب واحتياجات العراقيين في المملكة المتحدة باعتبارهم كما غيرهم من العراقيين في الخارج، يعني امتداد لهم
وهذا ما ذكره السيد رئيس الوزراء امتداد العراقيين الموجودين داخل الوطن. نرجو تفضلكم بإبداء الرأي في هذه المقترحات وبكل موضوعية خدمة العراقيين المغتربين، وفي الخصوص أجيالنا الشابة، مو إنه أجيالنا الشابة الموجودة في المهجر البريطاني. وشكرا لتعاونكم. هذا اعتمدت أنا على عدة مصادر، وأرجو أنه أنتم تغنوها. المصادر هي دراسات وبحوث ومقالات، مواقع المؤتمرات وزارات وندوات لقنوات فضائية، وبعدين أكو دراسة بسيطة للدكتور عبد الحسن حسيني في كتابه التنمية البشرية بناء المجتمع، مجتمع المعرفة، وأيضا دراسة لكتاب لنادر عبد الغفور أحمد العقول العراقية المهاجرة بين الاستنزاف والاستثمار. وهذا بشكل سريع هذا الاستبيان، وهذا الجدول هنا موجود والمقترحات موجودة والرسالة موجودة إذا تحبون نفعل هذا الموضوع ونسمع صوتنا إلى المسؤولين اللي هم إحنا دائما كعراقيين. يعني حتى نشوف بالإعلام العراقيين دائما عندنا يعني طبيعة اتكالية، يعني نعتمد على الدولة بتوفير كل الحاجات. إن الحقيقة ما عندنا هاي الروح اللي هي الامباورمنت أو نمكن نفسنا إحنا من فرض مطالبنا على المسؤولين. دائما وين الحكومة سوت إن ماكو كذا ماكو هالشي. يعني إحنا لو نسمع صوتنا بشكل واضح ونرفع مطالب واضحة، يعني أفضل مما أنه إحنا ننتظر. يعني هنا الصور حتى قلت لها الأخت هنا حتى بالتعيين أو بالمدرسة، الطفل من يروح أهله هم يدوروا المدرسة، يعني مو يجي كل شيء جاهز إليه. أو حتى لما واحد يلقى شغل هو يروح يدور، مو الدولة ينتظر الدولة. وين تعيينات الدولة؟ إذن يعني إحنا مبدأ التمكين هو ضروري حتى نتعلم في الثقافة الجديدة والاعتماد على المسؤولين. وشكرا جزيلا، وأني أحب أسمع آراءكم طبعا مقترحاتكم، وأكيد عندكم شيء تقولوه وهيجي ستبدو. إذا بقى وقت أقرأ لكم شوية من مروية كاتبتها أني، وهي مروية أو رواية ما أقدر أسميها رواية، بس هي مروية. بس فصل واحد يخص أعتقد موضوع العودة للوطن أو مشاعر امرأة عادت إلى الوطن. إذا يعني تحبون تسمعون، إذا عندكم خلق بعدين بس تفضلوا أول مرة سألوا. شكرا. أوكي. الصوت مو واضح؟ هسه أوكي؟ ما لازم أفهم. شكرا للأخت فيها على هذه المعلومات، وأكيد كل واحد أو كل واحدة منكم عندهم قصص كثيرة، يمكن عندهم دراسات أو جانب من دراسات حول هالموضوع. كلنا عندنا هذا التوق للعودة للوطن، لكن الحقيقة المرة، ربما أتكلم عن نفسي أو عن كثيرين من الرجال من النساء، أن المشكلة هذا الوطن ليس مجموعة من التراب. هذا الوطن هو الناس اللي يعني عندنا ذكريات معاهم، أهلنا الأقرب إلنا، أصولنا. فإحنا لما أصلنا أكثر الناس فقدوا آبائهم، فقدوا أمهاتهم. أنا مثلا فقدت أمي وأبويا وجدي وكثير من عماتي، كثير من العائلة. فأنا يعني أتمثل هذا البيت الشعر الجميل، يقول الدار بالأحباب ما أفياؤها إن أقفر الدار من الأحباب. يعني إحنا هذا الأكثر ما يشدنا للوطن. هذه حقيقة يعني يمكن كلنا عايشيها. والآن تتفضلون يعني ترون قصصكم بعد ما كملت بيحاء، فإحنا نكتب الأسماء إذا سمحتوا. ابتسام.
نعم طيب تجاوبين على 5 الأوائل وبعدين أنا ولا تريدون كلكم أريد إضافة ما عندي شيء يعني أوكي بعد منو يحب يتكلم منو يحب يضيف شيء أو يتكلم بس 5 طيب تفضل يا أخت ابتسام بعدين تفتح شيء نعم بعدين تفتح شيء بعدين عندي ملاحظة الأولى أنا ما أتفق مع الأخت ريحة بخصوص الاتكالية مع الشعب العراقي على الدولة وخصوصا من بعد الثمانينات إلى هذه اللحظة اللي يمكن أكثر الشعوب اللي عندها مبادرة أن تعتمد على نفسها بتوفير الخدمات اللي هي الدولة ملزمة بتوفيرها هو الشعب العراقي وأبسط مثل على هذا الكهرباء المي كل عائلة عندها مولدات كهربائية وعندها مطارات لسحب المياه والدولة تخلت عن هاي الخدمات شبه نهائي يعني الآن الكهرباء الوطنية يمكن في ساعة أو ساعتين إذا يعني فد مكرمة هذه تعتبر وهذا مو من هسه من التسعينات حتى قبل الثمانينات هاي واحدة المفهوم الوطنية أو الوطن للأسف يعني أنا لاحظت إنه في تفاوت كبير بين المغتربين ومفهومهم للوطن واعتزازهم به مثلاً الجيل اللي ولد برا أو اللي طلع عمره سنة باقي عند الوطن هو حلم جميل جداً وينتظر شو بترجع بينما الناس اللي عاشوا الوطن وعرفوا شنو السبب بالغربة ضربت أفكارهم وتغيرت مثلا الشاعر الأجمل الشعراء اللي كتبوا عن الوطن فجأة نلقى أن الوطن بالنسبة لهم جاءت فكرة وهم مستعدة ليتخلى عنها بأي وقت أو مثلا كاتبة أخرى تعتبر بما أن الوطن هو الأم فالأم إذا ما تكون عادلة وحنينة على أبنائها إذن لا خير فيها تخلى عنها بالوقت اللي احنا تخلينا عن هاي الأم تركناها تعاني الحروب والحصار وتخلينا عنها تماما انهزمنا خلينا نكون واقعيين احنا انهزمنا بجلدنا حتى نحافظ على ربما كرامتنا نحافظ على احلامنا فكيف نطالب الوطن انه يمنحنا ما احنا قصرنا به اذا واعتقد انه لازم نعيد رؤيانا ومفاهيمنا ونحس بالتقصير قبل ما نطالب الوطن احنا مقصرين ازاء الوطن الكل بدون استثناء ما عدا اللي رجعوا اللي يشتغلون الان اللي يتعرضوا للتهديد واللي قتلوا ايضا احنا مقصرين فخلي احنا نؤدي واجباتنا ازاء الوطن حتى لو من بعيد وبعدين نطالب ب الوطن بان يمنحنا ما احنا نستحقه كابناء الأخ عبير تفضل. أنا ما أحرك على هذا الموضوع لأن لي تجربة خاصة بخصوص هذا الموضوع تجربة جدا مريرة بس ما نذكرها. ذكرتي أكو مشروع أو أكو برنامج تشتغلون عليه. أنا عندي خبرة ما يقارب أكثر من 20 سنة بالإنفورميشن تكنولوجي. يعني تحكين على مسألة داتابيس بيانات برامج كمبيوتر سيرفر أي شيء من هذا النموذج. أنا مستعد أساعدكم فيه. النقطة الثانية كتابة الرسائل للسفير اللي هنا أو من هذا القبيل ربما هاي خطوة أولى يعني أنا أؤمن بخطوات أكثر فعالة من هذا الموضوع وهي المقابلات الرسمية المستمرة على الأقل مرة بالأسبوع مرتين بالشهر إنه متابعة البرنامج عرض البرنامج اللي تقدمتي به وعرض الحلول أيضا
أهم موضوع واللي يهمني عالي أيضا كفنان تشكيلي بالإضافة للإنفورميشن تكنولوجي هو الحصول على بناية. يعني قد تكون هاي البناية مدفوعة من قبل التجار، من قبل الفنانين، من قبل الشركات، من أي جهة، لكن حصول على بناية هذا برنامج جدا مهم. يعني مع الأسف قبل 20 سنة جيت لهنا وكنت زرت كوفا جاليري وطرح موضوع في ذاك الوقت، والموضوع مثل هذا الحديث ربما يكون إلى نتيجة ربما ما يكون إلى نتيجة، ولكن هذا الوضع اللي أشوفه حاليا هنا ونفس الوضع اللي شفته قبل 20 سنة. أتمنى أن هذا البرنامج اللي قدمتي به سيدة فيحاء أنه راح يكون له إيجابيات أكثر، وأنا موجود للمساعدة. شكرا جزيلا. طبعا شكرا على الجهود، جهود جدا حلوة على فكرة. أشكرك الأخ عزيز النائب، تفضل. الواقع هو يعني موضوع مهم جدا، إنه إحنا إذا نبتدي بالبيت الشعري والروما ديل المطالب والتمويل ولكن تؤخذ الدنيا غلابه، أنا أعتقد ما أريد من الوطن، ما أحد أن يلقى أي اقتسام إنه إحنا نقدم شيء الوطن. ما أريد يعني التفاعل ما بيننا وبين الوطن هو إنه إحنا لازم نخطو خطوات، يعني روح وفد من 20 شخصية أو 10 شخصيات للعراق ويكون سابق هذا الوفد في رسالة بواسطة السفارة إلى رئيس الوزراء وإلى رئيس الجمهورية والأشخاص المعنيين. وبنفس الوقت إحنا هنا يعني أكو شغلة جدا مهمة، إحنا من يعني من متألفين، يعني هذا المركز مثلا اللي هو هسه عوضنا عن هواية أمور، أكو ناس ما يريدون يدخلون. يعني شو السبب؟ يعني يمكن أسباب عديدة الناس تعرفون. فمن منسجمين؟ إحنا ما منسجمين، يعني من ننسجم ويصير عندنا تعاون ما بيناتنا. يعني هذا المركز الثقافي البولوني بلد هالقدوتة، لا عنده خيرات، لا عنده شو اسمه، عندهم المركز بيض الوجه. فاحنا يعني هم لازم نتعاون ما بيننا، يعني هسه كل واحد لو من يطلع يحط باون ويصير هاي 20 30 باون هي راس مال لفكره، وجوز يجي تاجر يقول هاي 10,000، واحد يقول هاي كذا، يعني يخلينا انه هذا يبقى مكانه، ونحتاج واحد اخر لقضيه ثقافيه، لقضيه اجتماعيه. احنا بحاجه الى ان يعني نلتقي اجتماعيا حتى نتقارب وجهات نظرنا ونتناقش وكذا. يعني هذا مكان محدود للإنتاج اسمه، ونحترم جدا ما يقومون به الجماعة هنا، بس هاي الأفكار ولو أنا جيت متأخر ما أسد مقدر أشوف أسمع كل هذه، بس الفكرة هي واضحة. وبعدين السيد رئيس الوزراء مرة بهلتن يقول لا ترجعون، أنا سامع جالس سوى اجتماع قال لا ترجعون الساعة علمان هني لكم الجو، يعني بعد 10 سنين 20 سنة 5 ما يندرى والجو شلون راح يجي، يعني ما راح يرجعون. يعني نصل وكان عندنا صدام الساعة ما يجي صدام، هاي مسألة يلا لازم نفكر فيها. يعني لكم وعود أمور عديدة، يعني هاي اللقاءات لو تستمر يجوز يعني تتولد بعدين منها فت فكرة ناضجة. وشكرا. الأخت ثناء البصان، تفضلي. أول شيء شكراً لها على الجهد اللي أتصوره، معضلة أنه واحد يقدر يسوي في الدراسة بالذات على العراقيين سواء بالداخل سواء بالخارج، لأنه من أكثر المجتمعات تعقيداً في بريطانيا على الأقل الجالية اللي نشوفها. المشكلة أنه يمكن أنا طلعت بعد الفقود عشت كل الأحداث بالعراق، حرب إيران، الحصار، كل شيء، والحرب الأخيرة. يمكن كل واحد بالعراق عنده ناس وعنده أهل وعنده أقارب تركوا الوطن وهزموا مثل ما تقول ست ابتسام، بس أكيد ما كان ولا واحد بيهم انهزم يعني بطراً، ولا انهزم على مود يروح يسوي نفسه فد شيء، وإنما يعني التعسف والظلم اللي كان أمام خيار، يعني إما يموت ويقضي على نفسه وعلى عائلته وإما ينفذ بروحه، يعني هاي كلنا نعرفها. فكان كل عندهم داخل العراق عندهم فد
خيال او فد يعتبر انه كل اللي برا هو بطل، هو يعني اتمنى انه ما حد يعني يزعل من كلامي، بس انه الكل جينا نتصور انه كل اللي برا هم ابطال، هم صورة المناضل الوطني الكذا الكذا، فد شيء يعني رسم حلم بالخيال، بما انه احنا يعني شعب بقينا انه يعني عاجزين، ما نقدر انه لا نقدر نحكي لا نقدر نفكر لا نقدر نعبر عن رأينا، فكل واحد عنده عم خال اخ اب بالخارج كان يصور انه هو رمز المناضل رمز الحلم الوطني. يعني صراحة اني من طلعت يعني اول شيء بالنسبة لي اني انصدمت لانه كنت اتصور رجالية برا يعني غير شكل، انصدمت انه ماكو فرق، شفت اكو سلبيات العراقيين من كثر الضيم داخل العراق تجاوزوها، بينما هنا ما زالوا متمسكين بيها وما زالوا يعني اكثر من اللازم انه متنامية بيناتهم، نفس المشاكل نفس الظروف الاجتماعية نفس طبعا ما اعمم اكيد، ولكنه الغالب يعني انه نفس التكتلات الطائفية المذهبية القومية، بس اكو شيء انه الشيء اللي كلش ألمني انه ذول الابطال المناضلين انه وصلين الى مرحلة من اليأس، يمكن هذا اليأس هو السبب انه اللي يخليهم لطول الانتظار لسنين الشباب والعمر والحياة اللي كل هالاحلام اللي ضاعت على مدى 35 سنة ينتظرون انه فتشي يرجع ويصير، هذا اليأس اللي يمكن ترسب بداخلهم دا ينعكس على تصرفاتهم على قسماتهم حتى على طريقة تنشئتهم لأطفالهم. يعني فانه الوطن بالنسبة لنا يعني انا بالنسبة لي اتفق وياك انه اللي طلعوا بعد 91 ما عندهم شعور بالانتماء، واللي بقوا واللي الان موجودين ما عندهم شعور بالانتماء نهائيا، اللي يحكي على الداخل، لانه وطنك من حملك من حملك لا ما حملك. احنا انا السؤال الاول اللي انطرحت اطرحه على نفسي بهذا البلد انه ليش احنا نحب العراق، ليش احنا متمسكين بالعراق، ليش اني ابكي على العراق يوميا، شنو طاني العراق؟ ولا شيء. انا كمواطن المفروض الدوله والوطن هو اللي يخلق هاي العلاقه مع الحب، مثل العلاقه بين الام والاب، يعني حب الاباء للاولاد هو غريزه، لكن حب الابناء لامهم وابوهم هو اكتساب، هذا عن النفسي يقول. احنا بالضبط هالشكل، احنا الوطن ما معطينا شيء، الوطن عباره عن ذكريات، عن مكان تربينا بيه وكبرنا بيه، عن جروح عن الام عن تعب، والمشكله انه لحد الان لا المسؤولين ولا الحكومة ولا أولياء الأمر خلينا نقول يحاولون يحسنون هاي الوضعية، يحاولون باكر عقب إذا هسه صار أي شيء على العراق وأي حرب، أنا أجزم ولا شاب راح يكلف نفسه ويروح يحارب على الوطن، لأنه اليأس اللي هم عايشين به قتل روح الانتماء بهذا الوطن. يعني هاي بصراحة يعني هاي فكرة إنه الوطنية الآن بالعراق، شعور الوطنية أنا أعتبره فكرة كلش غوبائية بالنسبة للعراقيين بالداخل، أما بالخارج ف يعني حسب خاصة بيهم خاصة بيهم مشكلة لا أخذ جبرة شكرا للخواتم الحبيبات اللي واحد يفتخر انه يعني ورثتين وكفاءتين عراقيه، احدهم مدير الندوه والثاني قد محاضره جميله عن الم كل العراق ورد الداخل ايضا. العزيزه بندور ايضا يعني تحس مراره الغربه بطرحها، وما اتفق وياها ايضا لانه يعني تقول يعني البلد بالأحباب والأهل والهذي، البلد هو التربة، يعني مجرد ما أشم ريحة التراب، ويمكن إبراهيم الحريري كتب يعني من تورنتو إجا للعراق عن خبز التنور، عن كل المسائل اللي هي ذكرى بهالحنين هذا هو هذا الوطن بالنسبة لنا. وأني أتفق تماماً بأنه إحنا الجيل القديم اللي طلع بالحنين بالتسعة وسبعين يمكن لحد اللحظة هو باقي بألم الحنين، يعني الغربة ما قدرت تقتله، يمكن أنا أحكي من ضمن الناس اللي أنا مقربين إلي. بالنسبة للحبيبة أيضا فرحة اللي شميت عطر
الحنين والغربة في محاضرتها أتفق وياها في كثير من القضايا، ويمكن بعض القضايا أيضاً ما أتفق فيها. يعني إحنا جزء من هالوطن هذا، إحنا جزء من بنات الوطن، ولكن تبقى المسألة شقد توفرت الفرصة لأحد لأن يساهم في بناء هذا الوطن، أو شقد ما توفرت الفرصة لآخر أو أعيق. ذكرت بالنسبة إلى مسألة الكفاءات مثلاً، يعني ما أدري يمكن يعني أنتم كفاءتين وأكو كثير من الكفاءات الموجودة، شنو اللي يقدم لهم؟ فإذا هي العملية مو عملية تمييز بين الكفاءات وغير كفاءات، بقدر ما أنه هي من موجود على الساحة، من مقرب، من أقرباء من، وهكذا. يعني لم يعد الوطن هو القياس، ولم يعد العمل، ولم يعد الرجل أو المرأة المناسب أو الشخص المناسب في المكان المناسب بقدر من له من. صح. بالنسبة للدكتور عبد العظيم السبتي طبعا حاضر هنا، ممكن أيضا يعني ككفاءة علمية. هذا الحقيقة يعني خلال من 2003 زرت العراق في 4 زيارات قصيرة، ويعني ترحيب وعسل السكن مزدها، والحقيقة شفت في parallel universe، يعني أنه هم في عالم وشفت صعوبة الحقيقة أنه حتى إذا تقدم خدمة أنه كل الفلوس ما تقدم خدمة. لا هي نفس المسألة، يعني بالنسبة للكفاءات أنا يمكن في بلد آخر وموجودة واشتغلت في السفارة، فاللي تفاجأت في يعني مؤتمر الكفاءات لا مبلغة به، منظمات حزبية مثلا كانت عندها كوادر تدرس، ولا مبلغة به سفارة، وإنما مبلغين عن طريق أشخاص، يعني مثلا جاي وفد جاي كذا، فدولي هم نفسهم اللي يبلغوا أن يروحون إلى المؤتمر. فتقديري أنه العملية هي ما عادت مسألة كفاءات. بالنسبة إلى السفارة والطرح اللي كان، أنا ما أعرف وأستغرب لحد اللحظة، يعني هل كم من الجالية العراقية الموجود في لندن لحد اللحظة هو قائم بأعمال وليس بمستوى سفير؟ أنا ما فهم هاي المسألة لحد اللحظة، في وقت أنه بلدان أصغر وبنفس الوقت العلاقات التجارية والثقافية وغيرها هي أقل بكثير، ولكن عندهم تمثيل على مستوى سفير. فتقدير أنه مسألة استحداث وظيفة في داخل السفارة من أجل رعاية، راح يقولون بأنه القنصل والقنصلية العراقية هي راعية لشؤون المواطنين العراقيين، ولكن أنا أشد على كل الطرح اللي قالوا بأنه ياريت نستحدث في المركز الثقافي يكون هو عبارة عن ركيزة لتجمع العراقيين لتبادل الآراء لنشر عطر المحبة ما بينهم، هاي كل احنا وياهم متفقين بيها. ولكن يعني تبقى هي التساؤل مثل ما طرح الاستاذ السبتي، انه مساله يعني انا من ضمن الناس اللي عمري ما فكرت انه اطلع خارج العراق، لما جبرت على الطلعه انتظرت وكنت اتصور انه صدام لما يوقع هو يوقع من اجلي، انه كل مشاكلي هي راح تنحل، راح تتحقق كل احلامي بالعوده، ورجعت وبعك الصواريخ كانت تنزل، ولكن بالاخير هل قدرت اسوي شيء؟ لا، قاعده هنا انا. فأشهد عليكم وأتمنى كل المقترحات اللي فعلا طرحتها الأخت اللي تعبانة عليها إنه ناخذها بجدية، ويا ريت لو فعلا ترفع رسالة، يعني مو مثل ما ذكر الإنسان العزيز يعني يروحون 20، أنا أصور راح أوصل 20 مئة، بس إذا ما تكون لهم تغطية إعلامية وفي السنة ما راح نحقق شيء. شكرا شكرا جزيلا. شكرا الأستاذ خالد البشتري موجودة. يعني تعطيك شيء من انطباعي عن العراق وفكرة العودة إلى العراق. فكرة عن انطباعاتي عن العراق ومش العودة إلى العراق. تمني شو كسالك طالع السال؟ بالأربعة 2004. العراق وتاريخ العراق وحضارة العراق كلها قائمة على نهرين دجلة والفرات. هذا هو الشيء العزيز علينا، النهر والنخيل. وأعظم قصيدة للجواهر هي يا دجلة الخير، احنا كنا نتغنى بنهر دجلة. والمعاري لما زار أيضا ترك هذا البيت الشهير، وزرنا شربنا ماء دجلة خير ماء، وزرنا أشرف الشجر النخيلة. فرجعت إلى بغداد وأنا أحلم بنهر دجلة، لأنه أنا قضيت كل طفولتي على شواطئ دجلة، أدرس هناك وأقرأ هناك على شاطئ دجلة، على مسناية. وإذا تذكرون
لما طلب من عندي عرض لوحة من لوحاتي الفنية إنها كانت شاطئ نهر دجلة والنخيل اللي محيط بنهر دجلة. طيب فهذه كانت ذكرياتي وهذا حنيني للعراق أن أجلس بجانب نهر دجلة. فرجعت بال 2004 ونظرت من فوق الفندق إلى نهر دجلة وإذا هو مجرد جدول صغير راح ذاك النهر مجرد جدول صغير وبقية النهر مجرد رمل. يا ريتهم بانين عليها شيء حتى ننسى الموضوع، لكن رمل والتراب والنهر شيء يعني ما يتجاوز عرضه بهذا القدر. نظرت عليه صار عندي كآبة فضيحة. الشيء الآخر من قول المعري وزرنا أشرف الشجر النخيلة. بغداد كانت كلها بساتين نخيل، كنا لما نتمشى النخيل يحيط بنا من الجانبين، هذا كله راح. قسم منا بني عليه حولوه إلى أبنية، وقسم من عنده طبعات صدام حسين قطعها. العراق كان 130 مليون نخلة لما أنا تركته، الآن ما أدري إيش قد يعني مقارنة النخيل هذا. ما تشوفوا أنت من العراق الآن في الأسواق العراقية. فأنا نظرت من شباك الفندق إلى نهر دجلة لا بنخيل ولا بمي، وقلت لنفسي يعني على إيش راجع لهالوطن هذا؟ هذا مو وطني اللي أنا أعيش فيه. نضيف سبب آخر إلى عدم السبب العودة، عدم وجود الماء والنخيل. عفوا الأخضر تفضل. منو؟ نعم أسفة ما أعرف الاسم. تفضل غسان خفاف. تفضل أخوانك. طبعا أشكر أخواتنا على المحاضرة الجميلة. أكو شغلة إذا أذكر الأخوان الموجودين هنا، طبعا العراق مر في ظروف مثل ما تعرفون قبل 40 سنة تحت نظام وتهديد البنوك ليس النساء، كل الانفراستركتشر العراقي من مدرسة إلى كليات إلى نظام سياسي تحطم. إحنا عندي نصف اللي أنا أصوره، يعني أنا أوبتمستك إنه الأمور ترجع مثل ما قبل لو إحنا العراقيين بدينا، خصوصاً إنه العراقيين الناضجين اللي متعلمون اللي هم عندهم مسؤولية تاريخية عن أكبر في أي جيل، يعني بأعمار الكبار والأصغر من عندهم، بس المهم متعلم. الناس اللي طلعوا من الخارج أنا أعتقد هاي عملة صعبة حتفيد العراق في المستقبل، يعني دول عندهم تفتح. الجيل الموجود بالعراق حتى في أعمارنا بنى على قتل، وأنا عندي أفلام مثل الحرب الإيرانية وشغلات كل شيء عنده. الطفل اللي ولد وكبر وأبوه وقتل في حرب وتيتا، وأنا ما حيمشي أحد ولا حتى موجود بالسيارة شيء يعني الاجتماعي الفني اللي إحنا نعتبر به. فالحل شنو؟ إحنا مسؤوليتنا تعرف كأشخاص بالعراق مو بس بناية، ونريد نحكي ويا رئيس الوزراء ما احترامات المسؤولين، هم نضوج مواني، هم نفس الموجودين بالعراق اللي هم معانا، بس منهم خصوصا جاوا من الخارج نعرف اسبابهم واتجاهاتهم هي شنو، تحصيل مادي وفساد اجتماعي وفساد سياسي، كلامك صحيح في اي فئه. المهم انا فكرت بالموضوع، اكو موديل احنا اذا تذكرون منصور مندل اجى الى مجتمع في سابق افريقيا محطم من الاطافي، الحياة الاجتماعية محطمة والسرقة والقتل في يعني شلون على احنا نسلم من ذلك خطر خطر قال احنا المجتمع من كل الكلاس رامبو وخلق ذاتي بكم خطر الأسود بالأبيض بدأ يجي المجتمع من فوق احنا ما الموديل الآخر اللي هو مثل الأوروبي رئيس الوزراء يجي مستحيل يجي من الشعب حيكون يريد انقلاب ويتكلم، لأن هذا من البنية من تحت إلى فوق. إحنا هذا المدر اللي من تحت إلى فوق ما يصير لأنه متحط من تحت. لو سمحت بس اختصار حتى. اختصر وأقصد شنو هي الرائد إيكونيك ليدرشيب بالعراق، نخلق قيادة صحيحة تخدم هي خادمة للشعب. يعني هي employed by people. زين إذا قدرنا نخلق قيادة
اكو عندنا امل، اذا ما نقدر نخلقها صدقوني بعد 20 سنه بنسرح. صح. الاخ تفضل. عفوا الاسم؟ كريم. اخ كريم تفضل. اختي انا من خلال عملي على مساله الواحد 91 يعني من خلال عملي في مكتب يعني او زياراتي لمكتب المجالس. نصورك صورك اي صورك زين يحتاج يعني انا بصراحه لاحظت بتحرك مناقض غريبه يعني كعراقيين احنا يعني مثلا المنتدى العراقي على سبيل المثال بنسوي ندوات من حصل افراد معلمين يعني نفس الوجوه انا اشوفها مع احترام للكل يعني الاخوه زين نفس الوجوه اشوفها بكل مكان زين المنتدى العربي بين قوسين يعني زين اذا كان تكريم شاعر فنان يعني مبدع كاتب روائي يعني الجاليه العراقيه شو يسموها جمعيه رعايه الجاليه العراقيه هم من يعني ناس شو يسمها جواها والناس العراقيه زين الحكومه العراقيه صارت تكريم للعراقيين هنا زين كرمت ناس كثيرين انا ما شفت واحد مثلا كرموا واحد الشاعر او اديب اللي مثلا يقول من جماعه المنتدى العراقي زين يعني هاي حاله التناقض اللي انا يعني اشهد يعني هذه هو شنو المشكله بينا احنا انا اتعامل ياش كان انت عراقيه مني وبيه خلاص زين يعني الاخت عراقيه مني وبيه الاخ مثلا بغض النظر عن تجاهه الديني اذا كان مسيحي اذا كان شيعي اذا كان سني او كان يهودي عراقي خلاص بالنسبه لي اعتبره اخوي يعني زين اتجاهات انتماءات السياسه الاخرى هذا الشيء خصه له بس مع الاسف يعني هاي الظاهره احنا يعني تشوفها يعني تألمني يعني انا قلت اذا اروح المنتدى العراقي بس الناس المؤسسه يسووا يعني مثلا ولا واحد من جماعه دوله مثلا او العفو الدوله يعني ولا واحد من دوله جماعه هذا مثلا دوله الدين يعني الاجواء الدينيه مثلا اشوف اليوم مثلا اشوف الشاعر متواجد هناك مثلا على سبيل المثال او هم مثلا يجون من ذولاك الجماعات يجون مثلا عند فد ندوه شعريه حلوه مثلا زين فالحاله هاي يعني هاي موجوده مع الاسف فالعيب العيب بينا احنا كنا ننطلق من ذاتنا يعني حتى نغير هذا المجتمع العراقي البسيط اللي هنا في اللقاء شكرا عندنا وقت ما اذا تردون اقرا خاف ما بفوقك بس اذا ممكن اختصار بس الاخ الاخير تفضل هو طلب قبله طيب سوداني نوح عبد الوكيل انا في حنين السوداني ممدوح عبد الوكيل اهلا وسهلا انا سوداني والله بتابع الشان العراقي كمتابعتي للشان السوداني اهلا وسهلا لانه العراق في قلب كل عربي يعني في قلب كل سوداني ونحن نعرف العراق كسودانيين البلد الذي كان يعطي السودان المنح العسكريه والمنح الاكاديميه والنفط ويعطي السودان المساعدات المادية والاستثمار وكل شيء والله ما يحدث أنا في العراق بيألمني يعني شديد يعني أنا لا أرضى كما لا أرضى للسودان وطني لا أرضى أن يعني احترق أرض دجلة والرافدين قلب الحضارة العربية يعني قديما وحديثا أنا كنت لدي يعني تعليق وكلمة بسيطة كنت أتمنى لو وكنت بقول في كل المنتديات العراقية وأنا متبع زي ما قلت الشأن العراقي لو العراقيين في الخارج تبنوا مبادرة سلمية لإقرار السلام في العراق يعني على أساس إنه كل الشرائح في تحت المجتمع العراقي والكتل السياسية الموجودة في العراق والدينية لو كانت سنية أو شيعية أو أيا كانت تيارات قومية أو خلافة لإقرار دستور مدني تقبل كل القوى السياسية يعني تقبل الحكومة العراقية وتقبل المعارضة حتى على أساس إنه يعيد السلام والاستقرار للعراق حتى نعود يعني نشوف العراق بلد زي ما كان يعني في أسمى مقام وحتى يعود الاستقرار يعني شكرا جزيلا يعني ودا بيجي أنا كنت بقول للعراقيين أصدقائي بيجي منهم هم في الخارج العمل ده يبدو العراقيين في الخارج ويشبهون الداخل ويكون مقبول لكل الجميع تسلم والله يمنيتي أن يعود العراق كما يعني طيبة ما كان يعني. هذه مهمات كبيرة إن شاء الله نتمنى تحقيقها يعني إلا السلام وهي أجل شكرا لخوص شكرا جزيلا تفضل آخر مساهمة تفضل نعم لو سمحت الصوت شوي على الارقام في امجد ملاحظه صغيره جدا على الاستاذ
بلا شك اكو يمكن تعدد في مفهوم الوطن والوطنيه كثير لتعدد النفوس اللي احنا كل من يرى الوطن من منظور خاص من اهواء. المهم هذه مو هذه بالنسبه لي لا تعني شيء، هذه مساله ثانيه تخص الانسان بذاته. بس ارى في هذه الندوات او الحديث لما نجري عن الجاليه العراقيه او عن العراقيين الموجودين بالداخل هناك معضله اخلاقيه موجوده. هذه المعضله شنو هي؟ انه العراقيين اللي نصورهم بالخارج يجب ان يكون بس اصحاب الكفاءات. كم يبلغ اصحاب الكفاءات من العراقيين في هذا الكم العراقي الهائل اللي موجود بالخارج؟ 10%؟ 15%؟ زين المتبقين ايش قد؟ 85%؟ مو 85، 70%؟ مو 70، 50%؟ هل هذه كميه مهمله من البشر ام ماذا؟ يعني ما فكرنا في لحظه من اللحظات انه اكو عندنا حديثنا احنا لما نتحدث عن العراقيين الموجودين بالخارج انه احنا اعزاء قضية أخلاقية أيضا همينة. ما نتحدث ذكرتهم عن هذا الموضوع بدل ما نتحدث عن كامل العراقيين. العراقيين العراق لا يبنى فقط في الكفاءة، العراق يبنى صحيح كل أبنائه. تطرقت ولذلك أرجو الانتباه لهذه. عفوا اي نعم صحيح، هاي نقطة صحيحة وأنا ذكرتها لأن الاهتمام يكون نوعي تجاه اللي يعني للموارد البشرية أكثر من اهتمام بالبقية. فعفوا البقية بس أحب يعني أرد على الشيء واحد، هو أنا هذه مو آرائي وإنما هاي آراء الاستبيان، يعني هذه أشياء موضوعية، يعني آراء موضوعية موجودة بالاستبيان بالدراسة اللي هي دراسة متواضعة. شيء آخر يعني مسألة إنه يعني الرواية إذا أو المروية إذا نقدر نأجلها، ما أعرف شو رأيكم نأجلها؟ لأنه مو مخاف ما في وقت. نسأل أبو هدى إذا أكو وقت إيش قد عندنا وقت؟ يعني نكثفها بوقت معين. لا هي أفضل. ممكن جزء منها مروية مروية ممكن جزء منها حتى ممكن جزء منها. أوكي لو سمحت من باختصار الله يخليك تعاونون على الدولة والدولة اقدرها جناس اجنبية محتفظين بيها ومستعدين بيعوا الوطن. ما يخالف ما يتعاونون عليها وبرطاني العالم كله ما موجود بس ما نتكلم. شكرا يا سيدي. اسمحوا لي اوقف يعني حتى اقرا. لا بدون سياسة الفصل هذا الفصل هذا صحيح. اي تفضل. اي وهم انت عشت به؟ تحتاجين ميكروفون؟ لازم لا لا اسمعوني اكيد اسمعوني. احسن اخي المواطن، هذه اخي المواطن لا تقتل طبيبا لان الطبيب يعالج المرضى والاطفال ولا يستطيع البلد الاستغناء عنهم. يقلد ابن اختها صوت المذيعة. أخي المواطن اقتل مهندسا لو مدرس أحسن وخذ الدنيا تعبس. اضحك اضحك يا عراق الدنيا تحبك يا عراق. يبتعدون عن جهاز التلفزيون ويبدأون بالضحك، يسخرون منها ويضحكون أيضا. ما أن تعرب عن رغبتها بحماسة ظاهرة يحركون أكفهم في الهواء بحركة دائرية ورؤوسهم يمينا ويسارا ويعودون لينظروا إليها باستغراب في محاولة للتأكد من جدية ما تتفوه به. إنه أصبح من النادر اليوم الإعراب عن مشاعر وأمنيات متهورة وجريئة التي تطرحها. أصبحوا يتندرون بحكاياتها ويذكرونها ويعيدونها لكل من يزورهم. فيروح هؤلاء ضاحكين أيضا كما لو سمعوا طرفة جديدة. لم تطلب منهم عشتار سوى أمور اعتادت أن تفعلها دون تحرج في سابق الزمن، كأن تتمشى ليلاً في شوارع بغداد أو أن تدعوهم لتنظيف شارع من قمامة متراكمة أمام دارهم أو حتى تنام على سطح الدار
ياكل بقت نجوم بقت قمر. ليش واحد يشوف سما بهذا البلد؟ شوف شوف هاي بيازة من عايشة. يغير مجيد قناة التلفزيون وينهي الحديث ليتابع المسلسل اليوم باهتمام. تحذرها فردوس من حر غير طبيعي يهيج بق حرمس. ليلى هذا إذا لم يكن هناك طوز وعجاج. أما صباحا توقظها مروحيات أمريكية مفحول بصوت مرعب. تتبعها مروحيات عراقية من ذباب مسخر مشاهد. هذا إذا لم يحدث انفجار قريب ويرميها إلى حديقة الدار.